بمعنويات جد مرتفعه دخلت العد المغربيه نجاه القرعه المنافسه متحديه كل الضغوطات، منحت المغرب اول ميداليه ذهبيه في الالعاب البارالمبيه ضمن مسابقه رمي القرص، واستطاعت نجاه تحطيم الرقم القياسي العالمي ب 32 متر فاصل 73 متقدمه على اسماء مرموقه في هذا النوع من المسابقات. وقد حلت شقيقتها ليلى القرعه في المركز الرابع. إصرار نجاة وقوة عزيمتها جعلت الراية المغربية ترفرف عاليا في سماء هذا المحفل الدولي، مؤكدة أحقية المغرب في انتزاع الميدالية الذهبية، لتكون نجاة القرعة العنوان الأبرز ضمن هذه المنافسات، محطمة رقم قياسي جديد يضاهي أرقاما حطمتها مدارس رائدة في هذه المسابقة، لتعزف أنشودة الفرح والنجاح على منصات التتويج جاعلة جماهير غفيرة تقف احتراما وإجلالا لهذا الاسم المغربي. بعين عتيق ضواحي العاصمة الرباط تعرف رياضة رمي القرص ولادة بطلة كبيرة، بطلة تحدت رفقة أسرتها كل الصعوبات لترسم بريشة من ذهب مسارا متوجا بالمعدن النفيس والأرقام القياسية. نجاة القرعة هي مثال حي لبطلة جعلت من إعاقتها حافزا لصنع البسمة بين أهلها خاصة والمغاربة بصفة عامة. من لهجة راية المغرب احنا تنفرحوا وتنساعدوا ونتعرضوا لهم بالنوار ونتعرضوا لهم اي خير، والله يطول عمر سيدنا. هزت رايه بلادها وكنبغيو رايتنا ترفع في اي دوله، اي دوله اي دوله يمشيو يلعبوا فيها ترفع رايتنا فيها. وانا الحمد لله واللهم لك الحمد وحمد ربي بيهم. انا حامده ربي بيهم، انا عندي استاذ المعاقن وحامده ربي بيهم. اللهم لك الحمد. وشبعانه وقنعانه بيهم. اللهم لك الحمد. والله يطول عمر سيدنا اللي داير لهم العز. نجاة القرعة بكل عزيمة قصت شريط أول تتويج لها ببطولة العالم بهولندا سنة 2006 بعدما حصلت على الميدالية الذهبية في رمي القرص، محطمة أول رقم عالمي لها في المسابقة التي ستعترف بعدها العديد من التتويجات العربية والدولية. وحنا كندعاو مع كل واحد قبل ما يكونوا هاد البنات بنات خويا، قبل ما يكونوا كاع كنا كنشوفهم من سعيد عويطه من هشام القروج من اللي كيهزوا الرايه المغربيه كيعجبونا، كنبكيو بالدموع كنبكيو. الله يجعل سيدي ربي يعاونهم، مازال الحمد لله راه باقا عندهم لوفانت لويت عندهم اللي غيلعبوا ان شاء الله في البوا باقا ليهم غيلعبوا فيها. تنظن راه يمكن 100% غادي تجيب نجاة دوزيام او بروميير ماشي بعيد، ليله غتجيب تروازيام. نجاة القرعه حققت حلم الجمهور المغربي بصعودها منصة التتويج.